ربما عليك الاستعانة ببطل آخر. هدئي أعصابك، كل شيء تمام. رائع، أنا أكثر قرفاً. فلتقل ذلك مجدداً. فعلاً. أعطني يديك أيها الأرنب. أنا حقاً أجيد هذا. على الرحب. أترين إيغوين؟ جميل مثل الآيس كريم. لا بأس، ليس أفضل عمل، لكن لا بأس. سيسببون انهياراً ثلجياً آخر، عليك الطيران إلى الأسفل وتخبرهم أن يخفضوا الصوت. جدي، تتعامل وكأنك عجوز. أخفضوا صوت الموسيقى. سأفعل ذلك، يبدو جاداً. أيها المعجبون، استمتعوا، كأنها نهاية العالم، لأنها كذلك. الدي جي لا يعمل مجاناً. أطلب مليار دولار قبل نهاية المقطوعة، وإلا دمرت نغماتي المكان كله، على رأس كل واحد منكم. الوقت يمضي أيها المتجمد. مليار دولار فقط؟ حقاً؟ ألم تكن ماما تعطيك مصروفاً عندما كنت صغيراً؟ لا، لكنها علمتني ألا أرفع قدمي على الأثاث. أوكي، انتهت وصلتك. ليس لديك فكرة عن قائمة الأغاني لدي. والآن ستطرد من هنا. أوه لا، ليس الآن. آسف، علي الوصول إلى الشرير. بقدر ما أستمتع بالدويتو معك، لدي موعد ألتزم به. كانت عروضي فردية. لو خفضت الموسيقى لنسمعك. طورت مركبتي منذ آخر مرة. توقف عن هذا، وإلا تسببت بانهيار ثلجي هائل. لهذا السبب أنا أعزف هنا. انتهى شحن بن ومنصة ديسيبل تطير. هذا سيء، ما الذي سنفعله من هنا؟ آمل ألا يغضب بن كثيراً. لا فرصة لديك كحشرة، ومن الأسهل هزيمتك كصبي. فعلاً. هذا أفضل ما لدي، لأن أنغامي ستستمر. بخمسة. طيب يا ديسيبل، جعلتني أستشيط غضباً، سنسخن الأمور. أوه لا، ليس هيت بلاست، غير مناسباً للمكان، عليه استخدام فضائي آخر، لكن كيف أخبره؟ أوه نعم، الصدى. بلطف. أوفرفلو. جوين؟ هيا يا بن، ثق بي. سأثق بها هذه المرة.